بسم الله الرحمن الرحيم، طلبتنا الأعزاء، هذه المحاضرة الفيديوية الثالثة لموضوع الكولوم. نكمل به شرح موضوع الكولوم. شرحنا لكم بالمحاضرات السابقة أنه الشورت كولوم وبي نوعين من الأحمال، أكو الحمل الكونسنتريك اللي هو المركزي، والإكسنتريك اللي هو شنو اللي هو اللامركزي واللي يتولد بيه مومنت ونحسب بيه قيمة الإي. هسه بهاي المحاضرة راح نشرح لكم على الكولوم انتراكشن دايجرام. ليش؟ لأنه احنا بالحقيقة إذا نريد نحل المسائل السابقة بطريقة المعادلات فتكون عملية صعبة جدا، لأنه راح نوصل إلى معادلات تكون من الدرجة الثانية أو الثالثة، فصعب وطريقة مطولة وصعبة أنه نحلها. فلذلك عندنا العالم فيرجسون أوجد لنا مخطط اللي هو مخطط يسمى كولوم انتراكشن دايجرام، واللي هو هذا المخطط مشهور طبعا، يربط العلاقة ما بين البي ان والام ان، يعني يربط العلاقة ما بين اللود والمومنت، فياخذ نقاط طبعا فحصهن، فأوجد انه يطلع لنا هذا المنحني بهالشكل هذا. فهذا المنحني طبعا شنو ثبت بيه باراميتر معينة، شنو هو اللي ثبت البراميتر؟ ثبت بيه حديد التسليح اللي نسميه الروتي، وثبت الميو اللي هو يمثل لنا الاف واي على 0.85 اف برايم سي، يعني اللي هي مقاومه الكونكريت، مقاومه الستيل على مقاومه الكونكريت. زين، وظهر لنا بعدين هذا المنحني لحالات معينه، وايضا ثبت ما يسمى بالجاما اللي يساوي لنا اتش ناقص 2 دي داش على الاتش. تعرفون شنو الاتش؟ شرحنا لكم المحاضره السابقه. والدي داش اللي هي الكفر، ونصف قطر حديد تسليحه 1.5. زين، فأوجد لنا بعدين راح نشرح لكم انه نتيجة لهذا الشيء اتوصل هو الى 4 انواع من المخططات. هذا المخطط الاول اللي هو هذا المخطط الاول والثاني والثالث والرابع، 4 مخططات. شنو الفرق بين هذين المخططات اللي اوجدهن؟ هذا طبعا شنو فائدتهن على مود نحسب قيمة الكولوم كاباسيتي. لو تلاحظون ان المخططات متشابهه ما عدا الفرق هو فقط في قيمه الجاما، اللي قلنا شنو يساوي لنا اتش ناقص 2 دي داش على اتش. فهذا المخطط الاول يشتغل على جاما يساوي لنا 0.6 اللي هي هاي. المخطط الثاني يشتغل على جاما 0.7، المخطط الثالث يشتغل على جاما 0.8، واخير شيء اللي هو جاما 0.9. فهذا الفرق بين المخططات، ولا المبدا هو نفس المبدا. قلنا رسم هاي اللي تلاحظون هاي الكيرفات اللي موجودة عندنا، ثبت بيها الروتي ميو. الرو قلنا شنو؟ ثبت حديد التسليح، اللي موجود عندنا بهذا الكولوم مثل ما نشوفهم هذا الشكل، وضربها بالميو اللي هي قلنا تساوي لنا شنو؟ الميو اللي هي مقاومة الستيل على مقاومة الكونكريت، فطلعت نسبة معينة هاي ثبتها، وعلى ضوءها ربط العلاقة ما بين البي والمومنت، واوجد لنا هاي المنحنيات المختلفه لروتي ميو مختلف. لو تلاحظون هسه عندنا هاي روتي، هذا منحني روتي ميو يساوينا 0، هذا منحني لروتي ميو يساوينا 0.2، هذا 0.4 0.6 0.8 1. هاي منحنيات مختلفه. بالنتيجه ربط العلاقه ما بين البي والمومنت. لو تلاحظون هنا هسه لو نكبرها هاي شويه، هنا البيو قسمها على ثوابت، قسم البيو هنا على ثوابت. ليش؟ لان قيم البيو مثلا اكو كولوم تطلع على 10، واكو كولوم تطلع على مثلا 10000، فهذا الواي اكسس ما يتحمل هيك سكيل عالي. فدائما شنو، شلون السيميلوج، مخطط السيميلوج، فشنو نحاول انه نصغر السكيل مالته. فشنو نسوي على مود نصغر السكيل؟ نقسمه على ثوابت ما تاثر على الناتج النهائي. فشنو هي ثوابت؟ الاف برايم سي يعتبر ثابت، البي اللي هو يمثل عرض الكولوم ثابت، والاتش اللي هو شنو طول الكولوم او الارتفاع مالته مال المقطع مالته، وكذلك ايضا هاي ثبتها طلع قيمه يسمونها الفا، يعني الواي اكس صار مو بي ان، صار يسمونه الفا، بس من عندنا نطلع البي ان. الاكس اكسس هو نفس هاي الالفا اللي هي هاي، ضربها في اي اوفر اتش، ضربها في قيمه الاي اوفر اتش. يمكن هنا أنا مو واضح عندنا، وهذا ايضا الكولوم نفس الشيء، يعني هي المخططات يعني نفس المعلومات بيها.
فالقصد هنا هذا بقى يوحي علما للمومنت. ليش؟ لانه الالفا هو يمثل ان البي ان مقسوم على ثوابت ومضربه في الاي، الاي هو يمثل ذراع العزم ومقسوم ايضا على ثابت اللي هو الاتش. فاذا البي في الاي يطلع لنا مومنت. زين، وهكذا الى ان انه من خلال هذه هي الشارتات راح شو نسوي؟ راح نوجد قيمه الكولوم كاباسيتي. زين، هنا طبعا نرجع نراجع هنا الحالات اللي اخذناها بالمحاضره السابقه، اللي هي ان قلنا عندنا عده حالات، ثلاث حالات موجوده في حاله الاكسنتريك. الاكسنتريك كولوم عندنا الكومبريشن كنترول اذا كان الالفا اس اقل من الفا واي، وعندنا البالانس اذا كان المساويات، والتنشن اذا كان الالفا اس اكبر من الالفا واي، وكو حاله اذا كانت عندنا هاي حاله نظريه ما راح ناخذها بدراستنا، وشرحنا لكم بالمحاضره السابقه شلون تختلف هاي الحالات الثلاثه اعتمادا على اليمن على السترين، مخطط السترين دايجرام. هسه احنا الغرض من هاي المحاضره انه نريد نشرح لكم طريقه فيرجسون. ففيرجسون احنا مثل ما نعرف انه احنا قيمتين للفاي عندنا، الفاي مره ثانيه 0.65 اذا كان شنو؟ اذا كان عندنا تاي كولوم، واذا كان عندي سبايرال نستخدم 0.7 حددناها. فيرجسون اشتغل على الكود القديم، الكود القديم اللي شنو؟ اللي كان يفترض انه الفاي يساوي لنا دائما 0.7 لحاله التاي ولا لحاله السبايرال. وبالتالي فانا القيمه اللي اطلعها انا من الشارتات هاي لازم اعادلها، شو اسوي؟ اقسمها على 0.7 حتى تطلع القيمه الاصليه مالتها واضربها في 0.65. ليش؟ لان فيرجسون اشتغل بالحقيقه على اليمن فقط على التاي، فقط على التاي، يعني اللي هو شنو الفاكتور مالته 0.65، بس هو بمكان ما يضرب في 0.65 ضرب في 0.7. فلذلك القيمه دائما القيمه اللي نطلعها من هاي الشارتات الاربعه اللي قلناها لازم شو اسوي؟ لازم اقسمها على 0.7 واضربها في 0.65 حتى تطلع عند قيمه البيو اللي مطلوبه اللي انا اريدها. مثل ما قلنا لكم الثوابت اللي ثبتها بتجاربه او نتائج فيرجسون ثبت الرو اللي هو تعرفونه يساوي مساحه حديد التسليح على البي في اتش، والاي اس توتال هذا طبعا توتال اللي يمثل قيمه حديد التسليح او مساحه حديد التسليح بمنطقه الكومبريشن زاد مساحه حديد التسليح في منطقه التنشن. الميو قلنا هي النسبه ما بين المقاومه او الاجهاد مال الحديد التسليح على الاجهاد مال الكونكريت، هاي النسبه ثبت هذني. وعلى ضوئها ضاف لنا عامل اخر، ضاف لنا عامل اخر او ثابت اخر اللي هو لا تلاحظون هنا بالمخططات اللي هو هذا الخط المستقيم اللي هو سماه الاي اوفر اتش، الاي اللي هي الاكسنتريسيتي قسم على ثابت اخر اللي هو الاتش، فطلعت لنا هاي الخطوط اعتمادا على اليمن على قيمه الاي. الاي من تتغير الاي والاتش ثابت راح تتولد عندي شنو؟ هاي الخطوط المستقيمه اللي راح تتقاطع وياما والمنحنيات السابقه اللي وجدناها، طبعا هاي عام لكل الحالات اللي عندنا. هذا يمكن الرسم واضح، فنلاحظ انه هذا روتي ميو 0.2 0.4 0.6 الى اخره، هاي اي اوفر اتش 0.05 هنا 0.1 0.15 0.2 0.25 الى اخره. نلاحظ انه كلما زادت قيمه الاي راح تنتج عنها شنو؟ نقصان في الكولوم كاباسيتي. هاي اسئله راح تجيكم نقول لك شنو تاثير زياده المومنت او المومنت ماجنيفيكيشن على الكولوم كاباسيتي. فنلاحظ هنا من هذا المخطط انه كل ما زادت قيمه المومنت راح وين نتوجه؟ راح نتوجه نحو الاسفل. ليش؟ لان قيمه الاي راح تزداد وبالنتيجه راح تقل عندي قيمه الكولوم كاباسيتي. ليش؟ لان تلاحظ انه الكولوم هذا الواي اكسس يبدي من صفر وبعدين يصعد، فكل ما نزلنا لجوا راح شنو تقل. اذا تاثير المومنت ماجنيفيكيشن انه شو يسوي؟ انه راح يقلل من قيمه الكولوم كاباسيتي. اتوقع انه تجي هيك اسئله بهذا الموضوع. هنا هسه افتهمنا انه شلون نستخدم قانون مخططات فيرجسون، وقلنا القيمه اللي تطلع لازم نعدلها. زين، هنا اكو ملاحظه مهمه. فيرجسون من ضمن الثوابت اللي ثبتها احنا قلنا شنو ثبت؟ انه الحاله انه شو تكون عندي الجاما ثبتها لك المخطط، ثبت عندي ايضا الاف برايم سي ثبتها. زين، البي والاتش هاي طبعا متغيرات، هاي راح تتغير عندي اعتمادا على ابعاد الكولوم اللي راح انا ادرسه.
الثوابت اللي ثبتها أيضا الرو عندي حديد تسليح، وكل واحد أوجد له منحني خاص، والإي أيضا ثبتها وقسمها على قيمة الإتش وأوجد لها منحنيات خاصة. الثابت الآخر اللي ثبته فيرجسون هو شنو؟ قيمة الأف برايم سي وقيمة الأف واي. جميع المخططات تشتغل على اف برايم سي اقل او يساوي 28 ميجا باسكال، وتشتغل على اف واي واحده فقط اللي هي 400. يعني شنو معناها؟ اذا جاني مثلا تصميم كولوم وقيمه الاف واي مثلا مو 400، هنا بهاي الحاله ما اقدر استخدم مخططات فيرجسون اللي هي يسمونها مخططات كولوم انتراكشن دايجرام. فاذا لو نلاحظ هسه هنا شنو حدد لي الاف برايم سي اقل من 28، وهنا الاف واي 400، بالمخطط الاخر ايضا اف برايم سي اقل من 28 واف واي 400، المخطط الثالث ايضا اقل من 28 واف واي 400 الى اخره. فكلها ثبتها على هالاساس هذا. زين، شنو بعد الملاحظات اللي موجوده عندنا؟ شلون هسه واحد يسال شلون انه انا راح احل بهاي المخططات؟ شلون راح احل بيها؟ احنا نعطيك طبعا كولوم، الكولوم معلوم الابعاد مالته، وايضا معلوم حديد التسليح. فاذا معلوم حديد التسليح اطلع الرو اللي هي يساوي اي اس توتال على البي في اتش، طلعت لي الرو. اطلع الميو اللي قلنا شو تساوي اف واي على 0.85 اف برايم سي، طلعت لي الميو. فرضا على سبيل المثال طلعت لي مثلا ايش كثر هنا الرو تي ميو، فرضا طلعت لي هنا 0.2، هنا 0.3، يعني تقريبا 0.3. اشتغل على اليمن هسه هاي عندي 0.2، هاي 0.4، اشتغل على الخط اللي بالنص اللي هو شنو 0.3 او 0.288 مثل هذا المثال عندنا، يشتغل عليه 0.28. زين، فهنا 0.28 لو نلاحظ شو نسوي؟ نبتكر او نفترض انه اكو عندي منحني اخر، منحني اخر قريب على ال 0.3 وبعيد على اليمن عن ال 0.2 اللي هو يساوي لي شنو 0.288، او خلينا نفترض هو نفسه ال 0.3 اللي هو هذا. اذا راح يصير شغله وين؟ على هذا المنحني على طوله. بعد شنو العامل الاخر؟ العامل الاخر اللي هو الاي اوفر اتش، الاي اوفر اتش. الاي اوفر اتش لازم انا شنو مطيك من مومنت، زين، ومن المومنت اقسم المومنت على البيو، او اللي هو المومنت على بيو تطلع لي قيمه الاي، او انا مطيق قيمه الاي بشكل مباشر. فايش تسوي؟ تقسم الاي اوفر ايش، تطلع لك فد قيمه معينه. على سبيل المثال كانت تكون مثلا 0.34، فاجي وين ال 0.3؟ هاي ال 0.3، وين ال 0.4؟ هاي، فهو ال 0.34 مثلا هنا صاير. فايضا ارسم خط وهمي هنا الى ان اوصل للتقاطع ويامن، والمنحني اللي انا راسمه اللي هو قلنا 0.3 راح يتقاطع عن وين؟ بنقطه، راح يتقاطع النقطه اللي هي هاي. هاي النقطه شو اسوي بعدين؟ راح اسقطها بشكل افقي هنا على هذا الواي اكسس، طلعت لي مثلا هسه هذا ايش قد رقم اللي هو هسه مثلا هاي 0.2، هاي 0.3، هاي 0.4، هاي طلعت لي مثلا 0.38. هاي شو اسميها ال 0.38؟ هاي اسميها الالفا، الالفا اللي هي قلنا يساوي البي يو تقسيم اف برايم سي في البي في اتش. زين، هاي شو اسوي؟ بما انه الالفا صارت معلومه، الالفا شو تساوي؟ انه البي يو على اف برايم سي في البي في اتش، الاف برايم سي معلومه، البي في اتش معلومات، فاضرب هاي المقام في هذه الالفا راح تطلع لي، راح تطلع لي قيمه البي يو. البي يو شنو؟ بي يو فيرجسون. شوف هاي ضربناها بمن؟ ضربناها بالاف برايم سي في البي في اتش، طلعت لي شنو قيمة البيو فيرجسون. البيو فيرجسون قلنا فيرجسون اشتغل على اليمن على فاي مقدار ايش قد؟ 0.7. لازم شو اسوي؟ اقسم على 0.7 واضرب في 0.65، اقسم على 0.7 واضرب في 0.65 راح تطلع لي شنو قيمة البيو المطلوبة. زين، هاي البيو اضربها في قيمة الاي، انا مطيك اياها بالسؤال، طلعت لي قيمة الاميو. اذا بهاي الحالة راح يصير عندي انه نحسب قيمة البيو وقيمة المومنت بطريقة سهلة ومبسطة جدا بالاستفادة من شارتات فيرجسون. إن شاء الله المحاضرة القادمة نشرح لكم مثال تفصيلي، هو تقريبا مثل هذا اللي شرحناه، وننتهي بهذا القدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.